السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكالمة هاتفية من ايمي سمير غانم وحسن الرداد، اجراها طبعا الفنان او الاعلامي رامي رضوان طبعا لعدم سفره معاهم. هنشوف ايه المكالمة وقال ايه في المكالمة، كل التفاصيل. هم دلوقتي بيعملوا عمرة ومتواجدين في مكة المكرمة، هنشوف ايه اللي حصل بالتحديد. بس ياريت في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد حالة من الحزن الكبير طبعا بدنيا وإيمي، واللي حصل طبعا من بعد وفاة والدهم ووالدتهم، كانوا في حالة حزن مستمر، ونصحهم أخو الفنان سمير غانم إن هم يسافروا يعملوا عمرة علشان يطلعوا من الحالة النفسية، وكمان يدعوا لوالدهم ووالدتهم. وبالفعل سافر الدنيا وإيمي وحسن الرداد، لكن رامي رضوان مسافرش معاهم طبعا لأنه مرتبط جدا بشغله. وإنه احنا لاحظنا كمان إن هو من بعد وفاة دلال عبد العزيز، أنا توقعت إن هو حتى هيقعد أسبوع بعد وفاتها يكون جنب دنيا وإيمي، ولكن تفاجأنا يعني إن هو كان متواجد تاني يوم، وبعد كده اكتشفنا إنه ما ينفعش ياخد أجازة. تم سفر طبعا دنيا وإيمي لأنهم كانوا متواجدين طول الوقت في غرفة والدهم ووالدتهم، وكانوا دايما بيبكوا، كانوا عايزين يروحوا المقابر في أوقات متأخرة. فطبعا ده كل الكلام ده عن جريدة الوطن. والحمد لله هم حاليا موجودين في السعودية في مكة المكرمة بيعملوا عمرة. دنيا وإيمي قالوا احنا هنعمل العمرة عن والدنا ووالدتنا، خصوصا يا جماعة ان الفنان الكبير سمير غانم كانت من امنياته، او من ان هو قبل ما يتوفى مباشرة اوصى ان حد يعمل له عمرة. احنا عارفين ان هو توفى عن كبر، يعني كان كبير لكن للأسف ما عملش عمرة ولا حج. طبعا ان شاء الله الناس اللي عملت له عمرة وبناته تتكتب ليه في ميزان حسناته. الله اعلم ايه اللي كان ممكن يمنعه، اكيد في شيء او سبب كبير. كمان الفنان حسن الرداد اللي بجد انسان محترم فوق الوصف، وربنا بيعوضهم بازواجهم، كان قال ان هو هيعمل العمرة مرة لحماته الفنانة دلال عبد العزيز، ومرة هيعملها لوالدته. وكمان الاعلامي رامي رضوان عمل مداخلة تليفونية مع ايمي سمير غانم، وكمان مداخلة مع زوجها حسن الرداد، ويطمنوا عليهم ويطمنوا الجمهور. واللي حصل في المداخلة كالتالي، ان ايمي فضلت طبعا في المداخلة كانت عمالة تدعي للفنانة ميرفت امين، وقالت ربنا يقومها بالسلامة لان بجد دي من ريحة ماما، دي امنا التانية. هي من بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز فعلا يا جماعة بيعتبروها زي والدتهم. الصديق مهم جدا في حياتنا، وهما كانت بتربطهم صداقة كبيرة جدا جدا، وفضلت فعلا تدعي لها. وكمان الفنان حسن الرداد قال ان هما هنا بقوا على قلوبهم راحة، ودنيا وإيمي بقوا مرتاحين نفسيا جدا، وما بقوش بيبكوا زي الأول، بالعكس حاسين بشعور روحاني جميل جدا. كمان من ضمن الحاجات اللي حصلت في المكالمة ان رامي رضوان سأل عن دنيا، ولكنها في الوقت ده ما كانتش عارفة تتكلم معاه، خصوصا انها جماعة لما سافرت حاسة ببعض التعب، ولكن يعني الحمد لله كان افضل بكتير ما كانت هنا. لكن هو حاول طبعا يطمن عليهم جميعا، ويطمن الناس ان هم دلوقتي احسن وفي مكان اكيد احسن. هيرجعوا امتى او اي تفاصيل عن دي ما تكلموش فيها، ولكن من ضمن الكلام ومن ضمن المزاحات ان هو قال لإيمي طب ما تنسينيش انا كمان، تدعي لي وكمان تدعي لكل الناس اللي بنحبهم اللي دعونا كتير قوي من وقت تعب دلال عبد العزيز وسمير غانم. بصراحة البنات دي فيهم حاجة حلوة جدا يا جماعة، وربنا كرمهم بإحساس ان الناس كلها فعلا بتحبهم، وفعلا اللي خلف ما ماتش هم روح ابوهم ووالدتهم ووالدهم موجود فيهم. ادعوا لهم كتير، البنات دي محترمين ومؤدبين، وادعوا لهم ان ربنا يكملها عليهم بالخير دايما. انا بشكركم جدا.